مؤتمر حزب بني عمره ما كان مؤتمر حزب. المؤتمر فيه ضيوف اجانب وفيه ناس معنا ما حضرش فيه 10 ولا 20 حضروا فيه ناس بالالاف. هل تتوقع انه بورقيبه من السذاجه انه باش يجيب صالح بن يوسف في مؤتمر فيه شهود عيال من منظمات دوليه وباش يقتلوا فيه في مؤتمر ذاك؟ يا اخي هو بورقيبه باش يقتلوا خاطي بورقيبه باش يقتلوا يا اخي صالح شو علي بن اسماعيل شكون قتله بفضلك؟ مختار عطيه شكون قتله؟ ما فهموا قال لهم ان كان ما نروحش بالاستقلال التام وصل قال لهم نرجع ونقول لصالح بن يوسف اللي انا اخطات. قلت انت هذه ما قلتهاش انا. هذه مقوله شهيره ومعروفه في الدنيا. لا قلت لك قلت انت العملية. انا هوني راني بس كل وحده لا اخذ لا قبعه صالح بن يوسف ولا قبعه برقيبه لكن يجب ان نتواجه معنا في الحديث. من شيره تفهمنا وثم 20 سنه وثم مرات واضحه ذاك بتاع 20 سنه وثم كذا ومن شيره نرجع لك انا بعد 5 ولا 6 شهور نقول لك لا ندمت تعطيني استقلال. ممكن هذا انا مش موجوده في تونس. ياخذ البي يعيشك والبي طلب من سي طاهر بن عمار قال له عاود امشي لفرنسا وجبد لنا الموضوع من اول جديد نظرا للمغرب استقل منه. لمين بي والجزائر كما يقولوها عماله هياتهم ولذا نحاولوا كيفاش نصلحوا فكل اصلاحات هذوك اللي عطاوهم لنا في جوان. مشاسي بن عمار يعني الفضل في ذلك يعود لسي طاهر بن عمار ولمين بي؟ بورقيبه شنو اللي عمل؟ ما عنده حتى دخل بورقيبه. عمل حق الباهي لدغم بجنب وقتها سمى الباهي لدغم نايب الوزير الاول. لكن الباهي لدغم خليه يخليه الباهي لدغم انت قلت انه اول من قال هذه هي خيانه او تخايزون كيفاش من بعد عاود رجع من خاصه بورقيبه ويتفاوض؟ الله يرحمه لو كان حي تو يجاوبنا. انت ما كنتوش تعرفوا كيفاش الامور تتغير؟ امتحان بفضلك صار امتحان في وقت من الوقت استقلال تونس كان امتحان للزعماء في آن الواحد للشعب وللزعماء والله الامتحان. وهل نجح صالح بن يوسف في هذا الامتحان؟ نجح الشعب وخفق أخفق الزعماء وهذا هو الرسمي للامتحان اللي صار في تونس. خلي هذا بفضلك قلت لك صالح بن يوسف روح يعارض بصفة ديمقراطية مفروغ منها وهذا مش نقول تعليم سواء جانب سواء في تونس به حسوا الجماعة الجانب الآخر اللي هما ثلاثة مش صالح بن يوسف وبورقيبة مثلا لا ثم حكومة بن عمار وثم الفرنسيس يفضلك في تونس وقت اللي حسوا بالخطر رغم وجودهم ورغم قوتهم حسوا باللي كولوا يعني ديمونتاسيون الكلام صالح بن يوسف كلام يعني مس به الشعب الداخل بورقيبة الداخل ملكي فرصي الشعب يسلم منهم في برشة حاجة مثلا شو اللي يسلم فيه؟ بالضرب أهم شيء من جملة بالضرب وجود العسكر يقعدوا في جزرناتهم وزاد قاعدين في جزرناتهم إلى حد يلقاهم كما قولوها وحيدة وحيدة تمشي وما خرجوش يقبل وإذا يصير ليش ما حطوش نفسنا في دورة مفاوضات ونتحدثوا؟ علاش نحاول نقسموا الشعب؟ على الله فما مسؤولية أمام الشعب. ثم ارتقاء مستوى الزعامة إنه يكون إنك معناتها عاملين لعبوا بالشعب بالنهاية ما تراهيش بالشعب إيش عملوا؟ ما لعبوش بالشعب بس الشعب صار طول في 18 جنب الوقت اللي قالوا له راهو المسألة فات بس خذوا مسؤوليتكم بس واضح 20 الشعب ما يعرفش اللي في 20 مارس انه صار بورقيبه كسر كل الاتفاقات نتاع وائل تاع 3 جوان 55 والبروتوكولات هذيك وتحصل على استقلال واكيد الاستقلال بقي منقوص لانه عسكري ما تمش الجلاء نتاع كل العسكر وما صار هذايا كان في حرب الجلاء وحرب الجلاء يعني ما كانش حتى عطاوها له هديه معناها بورقيبه اثار حرب الجلاء بعد هذا الكل تسمى بورقيبه رئيس حكومه اي هذا منفخة نمو في ابريل هذا التاريخ اللي يقول مش انا هذا التاريخ يقول به شعمل بورقيبه وقت اللي ولا رئيس حكومه شعمل ما عجبتش لي المصالحه الوطنيه تعرف شعمل في عوض المصالحه الوطنيه عمل محكمه شعبيه جايه لكن انا عمل محكمه شعبيه
هل لأنه صالح بن يوسف بعثله قال له مبروك وأخيرا وصلت أنت للاستقلال اللي حبينا عليه، ما زالت بنزار يلزمك تكملها، ولا كالعادة مكملين ناس في المعارضة؟ هل أنتم ما حاولتوش أنكم تعملوا خطوة نحو بورقيبة؟ احنا كنا نستنى ويفضلك في السرية شنو مصيرنا بعد الاستقلال، نستناو في حتى شيء ما انتقل. بعد 20 مارس وقفنا جميع النشاطات، ما عاد تم حتى نشاط. والشعب تخلى عليكم خالد؟ نعم الشعب تخلى عليكم. غير شعب وحدنا، احنا عارفين احنا نشاطنا وعرضتنا للاستقلال فضلي. وقت اللي خلصت الاستقلال نعم 20 مارس ما حسيتش روحك فرحت؟ كلنا فرحنا نهار 20 مارس وكلنا فرحنا، كما قلت لك نستناه في بورقيبة مش يعلن، ولو بورقيبة وقت ما عنده حتى صفة رسمية. بورقيبة ما صحاش بالاستقلال، طاهر بن عمار هو اللي صحى في البروتوكول اللي زانكس بتاع الاستقلال، طاهر بن عمار. بورقيبة انتيت انكور اون بوليس، بورقيبة مش يخرج ومش يولي كما قولوها اوفيسيال في تونس في 16 ابريل، تقريبا في 16 ابريل، ومش يكلفوه الجماعة سواء بجلس التأسيسي سواء بالحكومة الأولى بتاع تونس بالاستقلال. احنا نستناه خطلة مارس بعد مارس، نستناه في نداء، نستناه كما قلوها في واحد، مش نعاود ونرجع لبعضنا. المشكلة نستناه في نداء، علش ما انتم ما انخرطوش في الحياة العادية؟ اللي خرج وخرج ومشى سلم روحه طيب زلاج تشنق يلا طيب زلق، لأنه ثبت أنه متورط في الكثير من العمليات. لا يا ما هو متورط المساء نجبدو دوسي يتجبد دوسي. هذا ما يذكر أي هذا ما يذكر بس حسين الحاجي، شندول حسن شندول، بشير قريسيعه، ناس سلمت رواحها. شعملوا يلقوا رواحهم في صبات الظلام، يلقوا رواحهم في بني خلاد، يلقوا رواحهم في الهوارب في القروان. بعد 20 مارس نحب نثبت لحضرتك هذا يفضلك في عوض اللي يلقاو رواحهم كما يقولوا اهلا وسهلا وتم الموضوع وخيان وتم به. هي يعني بعد 20 مارس المعارضين ولو متعرضين وقتها حكاية صبات الظلام وبعد وقتها بعد هذي الكل لكن هذوما اشخاص اكيد تظلموا وهذا ثابت تاريخيا. لكن بعد حتى نوصل ل 63 وحرب الجلال، المشكل علاش مازال قايم؟ هل هو مشكل على الحكم وعلى سدة الحكم وعلى الرئاسة؟ الاستقلال التام صار. لا فما بشوية فما مسؤولية فما ضمير في فضل فما صالح بن يوسف ضمير يقسم أمة كاملة سي حمادي، ضمير يقسم شعب. شكون اللي تسبب في هذا يعيش؟ شكون اللي تسبب في هذا؟ اليوم احنا اليوم بسمعني أنا قلت في وقت من الأوقات صالح بن يوسف كلموا بورقيبة وقال له أرجع، قال له لا بشوية ما يمكنش صالح بن يوسف مية. الأشخاص اللي قتلوا صالح بن يوسف يقال إنهم أشخاص فهم معهم صالح، كانوا أقراب من صالح بن يوسف، تفهم معهم شقت لبورقيبة. صالح بن يوسف كيفاش يرجع استقطبهم بورقيبة وبعضهم يقتلوا صالح بن يوسف؟ محكوم عليه 5 ولا 6 مرات بالإعدام يفضلك، تحاتش رفعولوش الحكم بالإعدام قبل ما يقولوا له ارجع. إيش معناتك؟ ما حسيتش رفع المفاوضات. اسمعني ما معنى يفضلك صالح بن يوسف لسقوه في جميع القضايا اللي نظرت فيها المحكمة الشعبية في كل قضية، لأنه كان معارض وهذا قدر كل المعارض نحو عليه بالإعدام. الحركات التحريرية في كل العالم المعارضين يتم سجنهم، معنى ما هوش استثناء أنه المعارضة تكون هكذا. فما قتل يفضلك فما قتل بدوية فما قتل وصار، لكن أنا نحكي لك على شعب دوا إيه لا الشيزم يعني وقت اللي الجماعة هو اللي ظلموا نرجع يا أخي. هو لو انسحب صالح بن يوسف وشعل روحه لم يفكر في القتل والتقتيل هو بيدوه كان مش انسحب. حكيت لك الموضوع هذا لا نحكي لك من بعد 63 لا بشوي وقت اللي رجعوه الجماعة اللي ولاوا وزراء يعيشك واللي ولاوا يعني بس بيت القصيد من حاول صالح بن يوسف لإرجاعه للساحل السياسية تخلى عنه وبقي الرجل مع بعض الخاصة اللي قاعدوا مؤمنين به. هل ما تراش بعد كل هذه السنوات أنه صالح بن يوسف لم يستوعب الدرس ولم يستوعب الدهاء السياسي؟ صالح بن يوسف كان في دفاع شرعي في حالة دفاع شرعي بعد 63 لم يعد هناك أي سبب للخصومة.
السياسية. صالح بن يوسف، صالح بن يوسف يحس بفضل ما هو العبد، وحس على جماعته يعيش آلاف من جماعته، آلاف اللي معاه تقتلوا تقتلوا وتشنقوا وتعذبوا، صار فيهم اللي ما صارش. علاش تحبت؟ علاش تحب؟ صالح بن يوسف يوم كله كان يفضلك وقت اللي خرج من تونس، واحنا خرجناه، خرج من تونس ومشى لمصر، مرته موجودة غالي وليداته موجودين غالي، كان يبعث على روحه. لا، صالح بن يوسف كان عنده إحساس، هذا هو كان عنده إحساس، عنده إحساس يفضلك اللي فما معاه جماعة تعبوهم وقتلوهم. يذكر في التاريخ سي حسين التريكي رحمة الله عليه انه عندما التقى صالح بن يوسف كان في الاوتيل ودان موجود، وقال له نعملوا ندوه صحفيه بورقيبه توا روح بالاستقلال، ومش ممكن معناش خاطر بورقيبه روح بالاستقلال باش نرفضوا الاستقلال هذا، فهمتني؟ معناها انتم نفسكم صالح بن يوسف وجماعته لم يتوقعوا السرعه اللي تقلبت بها الامور به والوضعيات. يقول انه بعث معي رساله مغلقه معناها كلم الجماعة قالوا هز لي صفية ولا أولاد رجعهم حطهم في مصر، قالوا أنا مازلت جيت من مصر، قال أنا جاي بسلاح لي يعني تسليح جماعة المنظمة جماعة الأمانة العامة في خصومتهم ضد بورقيبة ورجال بورقيبة. يقول ما راني إلا عندما أنا نوصل للقاهرة كانوا بيشحكم عليا بالسجن، ولولا أحمد بن بلة اللي شفع فيا كلم الديب في مصر وقال له اسجن صاحب هذه الرسالة واسجن منها. معنى صالح بن يوسف نفسه لم يكن بهذه البراءة السياسية اللي انت تحب تقدمها لنا الآن. صالح بن يوسف يفضلك معنى إذا كان انت تخليت على صالح بن يوسف وقلت بورقيبة لا والله عنده الحق، لو كان صالح بن يوسف نفسه دار عليك. ما خلينا نحطه ما لله لله وما لقيصر لقيصر ونسميه الأشياء بمسمياتها. ثم نخلطه الدرجة متاع دفاع شرعي يفضلك، وخلي نصدمه معديه ونرجع دائما وبدل نصدتك مش تفهم علاش حسين التريكي جاي بسلاح الفائد صالح بن يوسف صار الاستقلال غير موقفه. ايش من دفاع شرعي؟ حسين التريكي حبيبي وراحتي، ما نفهموش فيها مع بعض. علاش؟ لخاطر كنت موقعي انا وموقع حسين التريكي بالنسبه لصالح بن يوسف ممكن ما يكونش كيف كيف، يعني هو موقع وانا موقع كلام اخر. هذا اكيد ما هو ما كانش موقع كيف كيف، وكان انا ممكن انا اللي يكون